وللتعليق على موضوع الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأكاديمي والسياسي العراقي صباح الخزاعي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. مفوضية الانتخابات تقول أن مشاركة 60 كيانا بالانتخابات لم تحسم بعد، إلى ما يرجع ذلك برأيكم؟ يعني حقيقة هو هذه الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم لا تقدم ولا تؤخر، لكن التأخر حسم هذه التحالفات لأن المساومات كثيرة، يعني شراء الثمن كثيرة، الوعود كثيرة، ولا تنسي ولا ينسى الشعب العراقي بأن ما قبل الانتخابات ليس ما بعد الانتخابات، وهذه يعني مهزلة من مهازل ما يسمى بالديمقراطية في العراق. لأن المعروف دوليا خصوصا في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها أن الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة أو هي التي يعطى لها أولوية في تشكيل الحكومة. عندما لا تستطيع بتشكيل حكومة تجري يعني ائتلافات مع كتل أخرى كما حدث في بريطانيا وكما حدث في ألمانيا. أما الذي حدث في العراق 2010 عندما فاتت كتلة أياد علاوي، رفض المالكي وجوقت ما يسمى بالتحالف الشيعي بين قوسين وذهبوا إلى المحكمة المسيسة أصلا وجلبوا قرارا بأن الكتلة الأكبر التي هي بعد الانتخابات نعم هي التي تشكل الحكومة. فحاليا حاليا الصراع هو وهكذا. نعم. لكن العبرة بما سينتهي إليه يعني تشكيل التحالفات، يعني هذه المفوضية العليا للانتخابات اللي هي مسيسة وطائفية ومنحازة هي التي ترتب الأوراق، لا تريد أن تستطيع أن تكبر كتلة وتستطيع أن تصغر كتلة وتستطيع أن توسع تحالفات وتقلل تحالفات من أجل الهدف ما بعد الانتخابات. تماما. وفي هذا الصدد أستاذ صباح، وبحديثكم عن ما بعد الانتخابات وتحالفات ما بعد الانتخابات، بعض الكتل السياسية اتفقت على التحالف بعد الانتخابات البرلمانية، كيف تقيمون هذا النوع من التحالفات المقبلة التي تسبق التحالفات الآنية المتعلقة بالانتخابات نفسها، وما الجدوى من هذا النوع من التحالفات المبكرة لما بعد الانتخابات؟ هي تخضع لنظريه المؤامره وهو التآمر على الشعب العراقي. هي ليس تمثيل الشعب العراقي تمثيلا صحيحا، وانما كيفيه استغفال الشعب العراقي، كيفيه الضحك على الشعب العراقي، وهو تقاسم تشتيت اصوات الشعب العراقي ثم يجتمعون، يعني كتله القانون او خذي مثلا حزب الدعوه. حزب الدعوه الذي يحكم العراق منذ 2003 ولحد لنقل من 2005 نعم. ولحد الآن حزب فاشل هو وقياداته. وهسه ماذا يحدث؟ هسه شتت جهود الحزب بعدة يعني تحالفات، لكنها تدفع إلى مصدر واحد يهيمن عليه، يعني حزب نور المالكي ومن ورائه قاسم سليماني. فتشتيت الأصوات ثم يرجعون يجمعوا الأصوات بتحالفات، هذا الذي يحدث عندنا بالعراق هسه حالياً. ولكونهم عندهم المال وعندهم السطوه وعندهم الطائفيه وعندهم الدعم الايراني، فلا تستطيع اي قوه ان تنافسهم مع عدو الاكراد، والاكراد هم مشوا بعد قضيه كركوك وقضيه الاستفتاء. بالنسبه الى المكونات، المكون الاخر وهو المكون السني لنقله او المكون الذي يمثل المحافظات الست، مهجومه بيوتهم ومشردين ومدمرين، فليس هنالك من ينافسهم. المنافسه الوحيده هو لهم اذا كان هنالك قرارا امريكيا يقول بان رئاسه الوزراء ليس من حصه التحالف الشيعي، وانما رئاسه الوزراء تاتي من حصه اخرى او يتم تداول. أستاذ صباح، أستاذ صباح، باعتبارك تتحدث وهذا أمر مهم، الحديث عن الناخب العراقي وتشتيته من خلال هذه التكتلات الموجودة في الانتخابات وهذا الارتباك الواضح في هذه التكتلات، كيف ستنعكس هذه التكتلات على مشاركة الناخب العراقي؟ وهل حديثك عن هذه اللعبة السياسية التي تجريها التحالفات، هل هذا يعني أن اللعبة مضمونة؟ نعم، بالنسبة لي مضمونة. تعرفي ليش مضمونة؟ لأن يرعاها الأمريكي ويرعاها يعني الإيران والكومبارس، هم ناس عملاء، ناس خونة، ناس باعين ضميرهم
لا يهمهم ما الذي يحدث لو يحترق العراق كله. يعني ناس كما يقال لا ذمة ولا ضمير، عملاء إلى الاحتلال. وبالتالي أنا أرى وجهة نظري أن هذه الانتخابات لا تقدم ولا تؤخر على الإطلاق، وإنما هي فقط لملء الفراغ حتى يشوف العالم بأن هنالك ديمقراطية في العراق. نعم. الناخب العراقي يعتقد هنالك حملة قوية، ونحن حتى في بريطانيا الجماعة الوطنية العراقية، أنا الأمين العام للجماعة الوطنية العراقية، وهنالك عدة منظمات مهمة، وهنالك فتاوى، وهنالك فتاوى هيئة علماء المسلمين أفتت، الخالصي أفتى، المالكي أفتى، آية الله المالكي، فاضل المالكي، عندك يعني هنالك فتاوى كبيرة وكثيرة جدا تقول بأن هذه الانتخابات باطلة وضرورة مقاطعتها بالكامل من أجل سحب هذه الشرعية المزيفة من هذه الانتخابات. ربما يتفق مع هذه التصريحات، يتفق تصريح الشيخ جواد الخالصي حول الانتخابات الذي اعتبرها لعبة لخداع الشعب، كيف تقرؤون هذا التصريح باختصار؟ صحيح والله، أنا حقيقة تابعت مال خالصي وروجتها على فكرة، يعني بالتغريدات مالتي وكتبت عنها، كانت مهمة جدا جدا، وأن تخرج من شخص معروف مثل يعني آية يعني المرجع الديني الأعلى الخالصي الموجود في الكاظمية. تعرفين تاريخيا هنالك يعني صراع خفي بين المرجعية الكاظمية ومرجعية النجف وكربلاء والخوالص او الخالصي او مدرسه الخالصي، هي مدرسه عريقه في الكاظميه، وتعتبر من الخط الوطني، ولهذا كان تصريحه واضحا، هو رجل سياسي ورجل ديني، وكان تصريحه واضحا والفتوى واضحه تقول باطله، قاطعوها، والذي يشترك في هذه الانتخابات ويتقرب لها فهو باطل، وهو يعني لا يرضي الله ولا يرضي الشعب ولا يرضي حتى الضمير الإنساني، وبالتالي المقاطعة الانتخابات ضرورية مهمة جدا جدا. ممكن راح السؤال الثاني راح تقولي لي حتى إذا قاطعنا الانتخابات سوف تستمر تأسيس الحكومة تشكيل الحكومة؟ أقول لك نعم سيستمرون، لأن ليس هنالك في الدستور ما يقول بأنه أقل من 50% و30%، لأنهم لا يستحون، لأنهم لا يخجلون، ولا زال الضوء الأخضر الأمريكي والتوافق الأمريكي الصفوي على العراق والتآمر على العراق مستمر إلى أن يحين موعدها، موعد تفليشه وتهديمه، وهذه إرادة ربانية وإرادة الشعب العراقي صامد إن شاء الله بالمستقبل. الأكاديمي والسياسي العراقي صباح الخزاعي كنت معنا عبر الهاتف من لندن.